خليني أخبركم عن أفخم وأنجح وصفة لمخلل الزيتون الأسود. هالوصفة اللي رح تجهز بسبع أيام وما رح تحتاج ملح ووزن لفترة كتير طويلة ويتجعلك الزيتون ويبطل طيب. وهالوصفة كتير قريبة على قلبي لأني تعلمتها قبل 14 سنة من سيدة من عجلون. بالبداية باخد الزيتون الأسود الجامبو وبعمل فيه شرحات وبنقعه بالمي لمدة 5 أيام، وكل يوم لازم أغير المي كل يوم. بعد هيك بصفيه بمصفاية وبحط عليه كمية كبيرة من الملح. أنا عندي هون 3 كيلو من الزيتون الأسود، وبتركه بالمصفاية بدون وزن بالملح لمدة يومين، فبصير عندي 7 أيام. برجع بغسل الزيتون وبصفيه وبحط عليه ليمون مقشر ومقطع، فلفل حار، نص كوب من عصير الليمون، وعندي ملح بتقدر تدقوه لأنه هلأ هيكون رايح المرار، مع معلقة خل. تقريبا هو رح ياخد معكم 6 معالق كبيرة من الملح. بحطه بالمرتبان، برجع بحط عليه عصير الليمون، وبرجع بنحط زيت زيتون. بعد هاي الوصفة رح تصير جاهزة تاكلوها ابتداء من هلأ. رح تدعولي ورح تدعو للسيدة اللي علمتني إياها. وصفة خرافية بدعيلها كل سنة بسببها.